موضوع آخر وهو موضوع مهم جدا ولكن ولازم هتكلم فيه. المستشار القانوني لنادي الأهلي الأستاذ محمد عثمان قال النهارده إن الدعوة المنظورة بكرة إن شاء الله أمام المحكمة هتكون خاصة بالحقوق التجارية الخاصة بلقب نادي القرن. نركز بعد إذن حضراتكم، أنا هقراه وأقول لكم. أستاذ محمد عثمان قال إن المحكمة الاقتصادية سوف تنظر غدا الأربعاء الدعوى المرفوعة من النادي الأهلي ضد مجلس إدارة نادي الزمالك لقيام الأخير بتعليق لافتة على سور ناديه تحمل لقب نادي القرن الحقيقي، حضراتكم شفتوها، وهو اللقب الذي يملكه النادي الأهلي دون غيره. النادي الأهلي دون مين؟ دون غيره. طيب هو عافية كده النادي الأهلي يملكه دون غيره؟ لا طبعا. وقام بتوثيقه لدى كافة الجهات المعنية محليا وعالميا ضمن علامته التجارية. وجاء في الدعوة أن ما قام به نادي الزمالك يمثل تعديا واضحا على جزء من مكونات العلامة التجارية للنادي الأهلي بهدف الترويج وتحقيق عائد، وهو ما يخالف كل اللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن. أضاف مستشار محمد عثمان أن الأهلي طالب في دعواه بالتعويض المالي عن الضرر الذي لحق به نتيجة التصرف المخالف من نادي الزمالك ومسؤوليه. طيب هل ده معناه أن هناك إشكالية في موضوع أن النادي الأهلي نادي القرن؟ الموضوع منتهى يا جماعة من 2002 أو 2001 على ما أتذكر. طيب أكمل كلام الأستاذ محمد عثمان. كشف أستاذ محمد عثمان عن المفهوم الخاطئ لدى البعض بأن دعوى الغد لتحديد من هو نادي القرن، نادي القرن محدد من زمان، وهو بالطبع كلام غير صحيح بالمرة، ولم نتطرق إليه ولم تتطرق إليه الدعوة. يعني الدعوة من الأساس لم تتطرق لهذا الموضوع، لأن نادي القرن هو النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين. هو مين ده؟ الأسطورة صالح سليم بيتسلم جائزة نادي القرن الإفريقي في جوهانسبرج من 20 سنة أو 25 سنة، ده 2001. هو النادي الأهلي هو نادي القرن في إفريقيا، وهو أمر محسوم تماما منذ أكثر من 20 عاما عندما قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في 22/5/2001 بتتويج النادي الأهلي بهذا اللقب في احتفالية كبرى جرت فعاليتها في جوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا، اللي هي أمام حضراتكم. وبالتالي فإن تلك الدعوة خاصة فقط بالحقوق التجارية للنادي الأهلي. النبي يا جماعة، اي حد هيضحك عايز يضحك على اي حد من جمهور النادي الاهلي، انا متاكد ان هم فاهمين، لكن انا بضع الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده في امام الجميع او بعض من لا يشجع النادي الاهلي. يا جماعه انتوا حضراتكم لا مش فاهمين في القانون، بعض من لا يشجع النادي الاهلي مش فاهمين في القانون، فمن فضلكم اقروا الكلام ده كويس علشان تعرفوا ان النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا، انتهت. ورايح بكره المحكمة ليه؟ عشان حضرتك استعملت الشعار بتاعي دون إذني، فبالتالي ده عمل لي مشاكل. خلاص؟ فأنا عايز بدل المشاكل دي آخد فلوس حقي اللي أنت خسرته لي خلال هذه الفترة اللي وضعت فيها هذه اليافطة. دايماً النادي الأهلي لما بيتكلم بيتكلم بالقوانين واللوائح. ناس كتيرة جدا في الفترة اللي حصل فيها هذا الأمر، أنتوا ساكتين ليه؟ وأنتوا لازم تعملوا. يا جماعة احنا ساكتين لأنه هناك، احنا في دولة قانون. احنا في دولة قانون، والنادي الأهلي مهما كانت الظروف يحترم القانون.
الأهلي هو نادي القرن الماضي إن شاء الله. حاليا حتى هذه اللحظة النادي الأهلي هو بطل القرن في إفريقيا إن شاء الله، بطل القرن الحالي زي ما كان بطل القرن الماضي.